الناس اللي بتصور على ما وما موجودة اهي. انا بنتي ما بتعملش حاجة غلط، انا بنتي بتصور في طريقة عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بنتي ما بتعملش حاجه غلط، انا بنتي بتتاخد في الخرابات وعلى الكباري وتحت الكباري وفي الميادين العامه وكل ده قدام الناس، فما بتعملش حاجه غلط. انما لو هي بتتاخد في اماكن مغلقه، لا ساعتها بقى هنا نبتدي نتكلم معاها انا وباباها ان هو ما ينفعش يحصل ده، ما ينفعش يحصل ده، ما ينفعش في مكان مغلق لوحدك علشان حتى النفس. افرضي مثلا هو فسه ولا انت فسيتي، تموتوا مخنوقين. ترى ايه بقى؟ ترى ايه؟ دي طازه في ايه يا ودي؟ بتعملي تسويق اكتر من تسويقك للملابس اللي انت بتعمليها؟ يعني مثلا واحد واقف هشتري ملابس من اللي انت بتعرضيها، انا هرجع الفيديو 10 مرات بس عشان خاطر اشوف اللون اللي انت لابساه. انا مش هبص في الالوان ولا في الملابس، ها واخده بالك انت؟ انا هبص في الطرى هناك. في ايه يا اسطى؟ في ايه يا اسطى؟ انت كل فيديو تطلع تبوس اختك، وانت بتسوق لها؟ مش فاهم انت عايز تطلع تعرفنا ان اختك بتعرف تبوس او بتتبس؟ مش فاهم يا اما انت تبوس اختك، ان المفروض الغريب يعمل ايه؟ يعمل سكيب للبوسه ويكمل بعد كده؟ انا اول مره اشوف حاجه كده. يا عم ايه ده؟ الله، في يا جدعان بجد؟ ده انتوا الثلاثه اخوات، يعني انتوا يا جماعه طالعين بتعرفونا ان اختكم شرشوبه؟ مش فاهم. وبابا، بابا فين؟ بابا فين اللي عامل زي زرار البنطلون الجينز اللي بدال السوسته؟ اللي هو ولا منه سوسته ولا منه زرار. انا زرار، سلام عليكم، انا زرار بس اعتبروني سوسته. وقف ضرب، وقف ضرب، وقف ضرب، وقف ضرب. ازاي صح قصدك؟ وقف ضرب، وقفوا ضرب يا رجاله، كفايه كده 100 فل و14. خلصنا يا باشا. ايه؟ هتاخد طارك من ضعيف؟ طارك عنداني. طار يا صاحبي معلش، ده انتوا حراميه حلل، حراميه حلل وصحون على المنظر اللي انا شايفه ده. كفايه ضحك وكفايه مخدرات، عشان مخدرات لحست دماغ الشباب. مش انت اللي قتلت اخويا سالم؟ حمزه اللي بتعمله ده غلط يا حمزه. اقسم بالله ما في حاجه غلط بتتعمل غير انك تعمل صوابعك مسدس. يعني دي اخر مره ممكن اكون عملت صوابعي مسدس وانا في بطن امي، عشان ما كانش في بطن امي مسدسات خرز. انا لما كنت بلعب في العيد زمان وانا عيل صغير، عسكر وحراميه والكلام ده، كنا بنجري نشتري مسدسات ميه حتى على الاقل. ما عملتهاش حتى وانا كبير واهطل في الحلم. انتوا ايه اللي انتوا العبث اللي انتوا بتعملوه ده؟ نزل سلاحك يا حمزه. نزل صباعك يا حمزه. هو ايه في سلاحي يا ابن التعبة ده؟ يعني هو كده رايح الخناقه اعزل اعزل من غير سلاح؟ يعني انت المفروض كده مش هيروح يضربه طلقتين في دماغه، ده هيروح يوجب معاه زي العريس ما بيتوجب معاه في فرحه. سالم لا بص بقى يا سالم، معلش سؤال وترد عليا علشان ما اجيش افرغ صوابعي فيك صبع صبع. انا عايز افهم حاجه، انهي نتافه بنت نتافه عامله لك حواجبك كده؟ عشان انا حاسس ان انا بتكلم مع واحده حنتها النهارده سامع دخلتها، عشان ده مش منظر سالم، ده دي سلمى.